بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب. النهاردة نتكلم عن الرياشة الأدوس أو الرياشة الأم. قبل ما نكمل معاكم الفيديو ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو قناة عرب جروب على اليوتيوب، وتشتركوا معنا في صفحة عرب جروب على الفيس وصفحة البياع على الفيس، وهنسيب لكم لينك جروب التليجرام في الوصف واول تعليق. طبعا دي رياشه بتشيل عدد من 4 لـ5 فرخات، ممكن تنضف بطه او بطتين، عليها موتور 1 حصان ملف نحاس. طبعا في منها نوعين، في نوع خفيف وفي نوع محمل. ده النوع المحمل. طبعا في ناس كتير، يعني برضه هقول معلومه بالنسبه لموضوع التنظيف، في ناس كتير لما بتيجي تنظف الفراخ خصوصا البيضه بيحصل معاها مشاكل، زي ان مثلا الاجنحه بتتكسر او الجلد بيتقطع. فطبعا ده راجع لسببين. اول سبب ان الميه اللي بتحط فيها الفراخ سخنه زياده عن اللازم. تاني سبب ان بيسيبوا الفراخ مده طويله في المكنه، فلو الجلد بيتقطع او بيحصل تكسير الأجنحة. دول السببين اللي هما ممكن ان احنا نقلل مدة وضع الفراخ في المكنة او نقلل درجة حرارة المية. بس طبعا السعر احنا هنسيبه في التعليقات. المكنة موجودة لدى شركة عرب جروب. هنسيب لكم أرقام المبيعات برضو وأرقام الشكاوى في الوصف. موجود عندنا شحن لجميع المحافظات شركة عرب جروب.